جديد لقائنا القادم هيكون مع نجمة من نجمات النادي الأهلي استطاعت ان هي تتألق بشكل ملفت للنظر في الفترة الأخيرة سواء مع النادي الأهلي او مع منتخب مصر للكرة الطايرة. هي احدى اللاعبات الواعدات القادمات بقوة، وعايز اقول لكم باختصار شديد اداء قوي جدا جوه الملعب وصوت طربي جميل بره الملعب. منورانا النهارده سهيله وفي لاعبه طائره في النادي الاهلي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا منورانا حبيبتي، واحنا بنبقى سعداء جدا بابطالنا اللي بنستضيفهم هنا، بنبقى متشرفين بيكو، وانا مبسوطه كمان ان انت بتغني كمان، فاحنا هنروح للجزئيه دي بس عايزين نسمع منك الاول عن كره الطايره ويعني الطموح بتاعك قدام، خلينا نسمع منك اكتر. والله طموحي الاول ان احنا ناخد رباعيه يعني في النادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله نتصعد للاولمبياد في المنتخب، لان ده حلم يعني احنا نفسنا نحققه من زمان وبس كده يعني. طب اشمعنى الكره الطايره مبدئيا؟ معظم البنوتات وهم لسه صغيرين ليه يروحوا على رياضات معينه، جمباز مثلا، يعني في حاجات كده شبه ثابته، اشمعنى الكره الطايره؟ هقول لك، علشان هي لعبه مش عنيفه وفي نفس الوقت لعبه جماعيه. يعني انا الاول دخلت سباحه حبيتها وكل حاجه، بس الكوره نفسها انك تمسك كوره والاحساس ان انت تلعب بحاجه وانت صغير كانت احلى حاجه بالنسبه لي. الطايره ما كانش فيها عنف، الباقي كله كان بيخش ويضرب بالظبط، فيها تفكير اكتر من هي فيها عنف. يعني بتحاول ازاي تجيب البوينت، مش لازم كل حاجه ضرب ضرب ضرب، ممكن تعمل حاجات بسيطه تجيب بيها بوينت. طب قولي لي اكتر بقى عنك يا سهيله، يعني انت بتدرسي دلوقتي، يعني عايزين نعرف عنك الحياه الشخصيه شويه لو تسمحي لنا. يعني اكيد انا بدرس فاينانس بزنس يو سي، و يعني انت في اوريدي في جامعه وكليه يعني مش سهلين اصلا. لا هي مش حاجه سهله قوي. لا هي مش سهله، واي سي ما هياش جامعه اصلا سهله خالص. هي جامعه اتندنس جدا بالزبط. وملتزمين جدا، وبالنسبه لهم يعني اول حاجه التعليم، بعد كده الرياضه. ايوه بس انت عندك مساحه كافيه للسكولرشيبس والجي بي اي بتاعك يعلى ويعلى طبعا كل حاجه، بس هم صعبين شويه، لان هو مثلا لو انت عندك معسكر وعندك بطوله فبيبتدوا يحسبوها ان طب لا البطوله بس، طب بلاش المعسكر، طب مش عارفه، طب تعالي احضري الصبح وبعدين روحي التمرين بالليل، وانت هنا بتتمرن مرتين في اليوم في المعسكرات، فبتبقى غصب عنك ان انت محتاج تتمرن عشان عندك بطوله مهمه مثلا افريقيا او حاجه، فبيبقى غصب عنك ان انت ما بتحضرش التمارين هناك. يلا الحمد لله. طب يعني بتجيبي نتائج كويسه؟ والله يعني لحد دلوقتي يعني ماشيه تمام. طب البطولات اللي انت حصلتي مع النادي الاهلي عليها او مع المنتخب، وذكرياتك مع البطولات الاهم اللي انت شاركتي فيها؟ والله انا كان اول بطوله ليا شاركها كانت بطوله العربيه مع الفيرست تيم السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت تقريبا، دي كانت بطوله مهمه قوي لان انا كنت ساعتها لسه 16 سنه او 17 سنه ومع فيرست تيم كلهم اكبر مني بكتير، بس هم احتوني حلو قوي، وكابتن حمدي بصراحه يعني اداني مساحه كافيه قوي من اللعب يعني، فكان ده محسسني ان الحمد لله يعني الواحد عارف يتجول معاهم جوه. بس سهيلة احكي لنا شوية عن الصور كده، نرجع معاكي لكواليس الماتشات دي وفزتوا ولا لا، خلينا نعرف. الحمد لله احنا فزنا بكل البطولات، فزنا بدوري وكاس في الصغيرين 19 سنة، فزنا بدوري وكاس وافريقيا وعربية في الفيرست تيم، وحتى ساعتها في نفس السنة فزنا برضو بافريقيا بتاعت كينيا في تبع منتخب مصر تحت 20 سنة، وسافرنا تأهلنا لبطولة العالم في المكسيك كانت في 2019 برضو، فكانت سنة مليئة ببطولات يعني. دي من ماتشات ايه مثلا؟ دي كانت من بطولة العالم بتاعت المكسيك، كنا في الفاينلز ساعتها تقريبا في الاخر خالص، وحتى احنا الماتش ده كسبناه. صور حلوة. هل في اصابات بتحصل لك مثلا بعد الشر؟ طبعا احنا ما نتمناش، بس يعني وارد وبيحصل. لسه كنا الفقره اللي فاتت كمان بنتكلم عن اصابات الملاعب، ف وازاي بقى بعد الاصابه بتقدري ان انت لا تشاركي؟ يعني ما الموضوع مش بياخد وقت طويل طبعا، الريكفري ما بيبقاش سهل تماما، انك تكوني مستعده لبطوله ويحصل اي حاجه لا قدر الله قبلها. يعني انا حصلت معايا قبل بطوله عربيه السنه قبل اللي فاتت، اتصبت قبلها بيوم واحد، يعني كان البطوله بكره وانا اتصبت النهارده. فكان الموضوع صعب قوي انك تريكفر، ان انت كنت خلاص مأهله نفسك بطوله وداخله وعايزه تجيبي كاس وي وانك فجاه انت بره،
فجأة انت مش عارفه تشاركي معاه. بس الحمد لله يعني الواحد نزل ساعتها علاج طبيعي وابتدى يرجع تاني واحده 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 واحده، بس رجعت يعني. واخبار المنافسه في الدوري الحالي اللي احنا فيه دلوقتي عامله ازاي؟ والى اي درجه تاثرتوا بعد فتره التوقف طبعا نتيجه فيروس كورونا؟ الفيروس ما كانش سهل خالص ان انت تقعد في البيت، ان انت بتتمرن كل يوم، ما كانش سهل ان انت تقعد فجاه مفيش تمرين مفيش نزول مفيش اي حاجه خالص. كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل هوم ورك اوتس، بس الموضوع برده ما كانش سهل لما كانش فيه مثلا حتى ما كنتش عارف تشتري اكويبمنتس، كل حاجه كانت قافله. فكان اللي بيبقى عنده حاجه في البيت بقى بيحاول يشتغل فيها، بيحاول يجيب اونلاين تريننج على قد ما يقدر، بيعلي الانتنسيتي بتاعت مثلا ان هو يشتغل بودي ويت، يعني هيز وات بودي ويت. ف بس يعني كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل ما نبقاش واقفين. بس لما رجعنا تاني الدنيا مشيت قوي يعني، حطوا بروجرام كويس، حطوا يعني علوا الانتنسيتي بتاعته بحيث ان احنا نرجع اسرع، وابتدينا دلوقتي ان احنا ناهل الماتشات بتاعت بقيه الدوري وكاس. الدوري عامل ازاي حاليا؟ والله احنا لحد دلوقتي متصدرين الدوري يعني. ان شاء الله نكمل على كده زي الفل ان شاء الله. طيب انت بتدرسي بزنس وبطله اهلاويه جميله، ثالث حاجه بتغني. نسمع وبعدين نسال بقى ونعرف انت مين فيهم. خلينا نسمعي. انت مجهزه لنا حاجه صح سهيله؟ واحنا مجهزين لك المايك اهو. اتفضل كده اغني لكم بتاعت لو طالت المسافات. ماشي حلوه جدا حلوه. ده حسين الجاسم. ايوه اوكي. لو طالت المسافات وبعدتنا الايام، ما بينا الف حاجه تبين الاهتمام، من قال ان التلاقي لو سلام بالايد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كلام قصص محتاجه تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال، ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليك حد، اما تغيب عليك يفضل يسال عليك، وادي سنه الحياه نبعد نطوي ونمشي في مليون اتجاه، وادي سنه الحياه الغالب يفضل غالي وانت بقلبك معاه، نتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا، لا بعد ولا غربة ولا شوف قلوبنا، بنتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا، لا بعد ولا غربة ولا شوف قلوبنا، دلوانا بما يا سيدي يا سيدي. انا شغل عالي شغل عالي. مطربة الفريق بقى ده موهبه بس ولا في تدريب في تمرين يعني؟ انا كنت يعني كنت المفروض هطلع في ذا فويس كيدز وانا صغيره، بس كان عندي اول بطوله لافريقيا في نفس الوقت، فاخترت ان انا اروح بطوله افريقيا وما رحتش ذا فويس كيدز. كنت هتقدمي فيها؟ ايوه. بتغني بقى طبعا في حالات الفوز والانتصارات وفي البطولات وفي السفريات، عايزين برضو نعرف يعني ذكرياتك، المواقف اللي فعلا ما تتنسيش عدت عليك في بطوله في مباراه في سفريه من السفريات. كموقف لعب ولا كموقف جنى؟ من ده على ده. يعني كموقف لعب انا عمري ما هنسى في بطوله عربيه، كنا بنلعب فريق الصيد، كان لسه بقول لحضرتك كنت صغيره، وكان كنا بنلعب فريق الصيد وكانوا ليدنج علينا، والكابتن نزلني والحمد لله جبت الليدنج وكسبنا، وساعتها الالترس قعد يقول سهيله سهيله جامد قوي، فانا كنت مبسوطه قوي، دي كانت احلى ده. احلى طبع. حاجه بالنسبه لي طبع. وحاجه جنى بقى ما كانش فيه قوي يعني. عادي كنا بنخلص وممكن نهزر مع بعض كده في الباص، غني لنا حاجه بما ان احنا كسبنا مش عارفه ايه كده بس يعني. طب خليني اسالك حاجه قبل ما نختم لان الوقت بيجري، وانت نموذج حي للي احنا كنا لسه بنتكلم عنه الفقره اللي فاتت، ازاي انا اخلي الطفل او اخلي نفسي حتى مشغول، يومي مشغول لان انا ما اقدرش اضيعه، ما يسمحليش الوقت ان انا اضيع وقتي على التليفون والسوشيال ميديا. هل انت وبصراحه فعلا يعني انت بتتمرني وبتدرسي وعندك هوايات
وعندك طبعا حياتك الشخصيه، هل فعلا مدمنه برضو الموبايل ولا لا بصراحه؟ لا مش بنسبه 100% يعني. حلو ان انت تبقى عندك سوشيال ميديا والناس تعرف انت بتعملي ايه وبتقدمي ايه عامه، بس مش هو ده. هم هو لو انت ما قدمتيش حاجه كويسه هم مش هيتابعوكي، فالاحسن ان انت تهتمي بنفسك علشان هم يقولوا لا انا عايزه اتابع كذا عشان اعمل زيها او عشان اعمل كذا. يعني في امل لو شغلنا وقتنا بشكل كبير نقدر ما يبقاش في ادمان. طيب سهيلة وفيق لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر للكره الطايره، نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نلتقي معاكي مره ثانيه عن قريب باذن الله. انا مبسوطه بيكي بجد ومبسوطه ان انت كمان مش بس بطله، لا انت كمان عندك هوايه وبتدرسي وتوازني بين الكل، فيعني ربنا يوفقك ان شاء الله، وعايزين بطولات اكتر واكتر واكتر باذن الله. شكرا.